بالنسبه للقرار الحكومي، انا كنشوف من وجهه نظري خاصه انه قرار في المبدا ديالو صائب، حيت الحكومه عانت شويه باش توفر التلقيح، وما كانش واحد كيف نقولوا واحد الاقبال كبير من طرف السكان، يعني مازال ما وصلناش مناعه جماعيه، الا ان الارتجاليه في التطبيق ديالو هنا فين كاين المشكل. مثلا هذا الصباح كاين اللي جايب مع لاكارت ديال الجواز ديالو، كاين اللي فاش كتقول ليه لاكارت ديال الجواز كيرجع وكيتحرج. كاين مثلا وقعت لينا في الصباح ان جوج ديال الاصدقاء ما بدياتهم، واحد عنده لاكارت جواز واحد ما عندوش، واش غيجلسوا ولا ما غيجلسوش؟ دونك كاين واحد شويه ديال نتمنى غير يكون تدرج في التطبيق. هو كمبدا مزيان ونبغيو نوصلوا للمناعه الجماعيه مع الدول المتقدمه بكري قبل ما يوقع يعني واحد التهافت على يعني المواد اللي كيديروا بها التلقيح قبل ما يوقع مجموعه ديال الامور، ولكن في نفس الوقت تكون واحد ارتجالي، تكون واحد التدرج في التطبيق، ما تكونش ارتجاليه. مثلا في الاول يكون واحد الاعلان، من بعد يكون واحد التوعيه، والامور بجال الله تعالى غتمشي مزيان، حيت المغاربه ديجا بالطبع واعيين الا عرفوا شي حاجه فيها مصلحه. بالنسبه لجميع الانواع ديال التجارات اللي هما كونسومابل بحال مثلا القهوه الصناك، هذه غيتهرسوا بزاف في الاول، حيت مجموعه الناس اللي ما غيبغيوش يمشيو نظرا لان حيت ما بين الجرعه والجرعه 20 يوم، وكاين اللي مازال يلاه اليوم مشى يدير الجرعه كنشوفوا الاقبال اللي كاين، فبالتالي فهاد 20 يوم هذه كامله ما غيمشيش للاماكن عامه باش ما يطيحش في موقف محرج. وهنا كنهضروا على واحد شهرين ولا 3 شهور، ديجا الوضع الاقتصادي راكد كيف ما كيعرف الجميع، كنعرفوا كنهضروا على واحد شهرين ولا 3 شهور ديال الركود وحده اخرى. مي إلا كانت عاوتاني هاد المسألة كتصب في المصلحة العامة، وفاش كنشوفوا الصراع السياسي اللي كاين بين معظم الدول المتقدمة كتشوف بأن هاد الأمور هادي وهي واحد التضحيات اللي خاص الشعب يصبر فيها، غير كل ما هناك تكون عاوتاني واحد التساهل في التطبيق حتى تدوز هاد الفترة هادي على الأقل واحد الشهر. علاش؟ حيت اللي عاد مشى يلقح دابا وعنده 20 يوم عاد يخرج له جواز، يعني يكون واحد التساهل، ناخذوا بعين الاعتبار هاد الأمور هادي. الحمد لله الإقبال كاين، ولكن خاص هاد الأمور تاخذ بعين الاعتبار. انا كزبون في احد المقاهي في مدينه سالا، بالنسبه للمساله ديال الجواز كنظن بانها مساله ضروريه باش الانسان يحمي راسو ويحمي جميع الناس اللي كيدوروا به، ولكن كاين فيها واحد شويه ديال المشكل بالنسبه للقضيه ديال يعني الناس اللي هما خدامين في المجال في القطاع ديال المقاهي. يعني انا كزبون كنت مجي كنبغي ندخل للقهوه تيسولك مول القهوه واش عندك جواز، بعد خطرات تقدر تكون هزو معاك ما تكونش هزو معاك، وهذه كنظن بانها كتسبب احراج للكليان للزبناء، كتسبب احراج للزبناء وكتخلي الزبناء يهربوا من المقاهي ويديروا بنقص. فلهذا كنقول بانه يشوفوا شي طريقه اخرى احسن من هذه المساله هذه، لانها شويه كتسبب احراج للمواطنين. قرار متسرع لانه غادي يدير واحد يدير بزاف ديال العراقيل بالنسبه لجميع القطاعات، بزاف ديال العراقيل، ماشي اي بلاصه تمشي لها يقول لك اعطيني جواز، شويه فيها احراج. كنظن بانه كاين تسرع، حيت جبروا عليهم لانه تجبر عليهم. اما بزاف ديال الناس اللي ما كانتش باغا تلقح ولا تبغى تلقح غير على ود باش تمشي تاخذ الوثائق ديالها وتدير بزاف ديال الامور، يعني قرار اجباري غير حيت جبروا ماشي هما باغيين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع اصحابكم.